هذه هي سيارة الويكند واستمتعت فيها ما شاء الله تبارك الرحمن، فورد برونكو وايلد تراك. طبعا فئة وايلد تراك أعلى فئة تحت الرابتر على طول. محرك 6 سندر V6 2.7 إيكو بوست 330 حصان تقريبا، عقار أوتوماتيك 10 سرعات، نظام الدفع رباعي دبل خفيف دبل ثقيل، قفل ديفرنس أمامي قفل ديفرنس خلفي للدفلوكات، كذلك نظام المساعدة على الالتفاف. هذه الأربع أبواب طبعا سقفها كشف، مقدمتها بضاعات فول ال اي دي، أربع حساسات أمامية، وجود مقاس 17 إنش كفرات 35 من نوع جودير حجرية. هنا أنوار بالمراية، أربع كاميرات محيطية وطاية جانبية، طبعا دخول ذكي تشغيل ذكي تشغيل عن بعد بدون إطارات الأبواب. من الخلف أربع حساسات خلفية ما شاء الله، وإضاءتها خلفية LED، المقاعد جلد، وعندنا شاشة ملاحة بكاميرات محيطية 360 درجة تدعم بالكار بلاي، زجاج كهربائي دبل خفيف دبل ثقيل ودوفلوك هنا موجود، رادار تحديد مسار نقاط عمية، تكاية خلفية بحانة الكوب مثبت مقاعد الأطفال ومنافذ طاقة. بعض المواصفات أداء عبد الرحمن خالد.